رجال الأبراج النرجسية أو الأكثر انشكاحا، الأبراج اللي أنت أو رجال الأبراج اللي أنت بتحس إن هي منشكحة قوي بنفسها، وأنا واحد منهم. هاجي في الترتيب، يعني أنا برجي، مش هقول أنا برج الحمل، ما أنتم عارفين رجال الأبراج النرجسية كلها معانا في حلقة النهاردة، وهنفهم يعني إيه نرجسي وإحنا بنتكلم كده. بتحب نفسها قوي، بتضخم من حاجة أو من حجم الحاجة اللي هي بتعملها قوي، وشايفة إن هي ملهاش زي ومحدش يشبهها وما تشبهش حد، وشايفة إن هي كتيرة على أي حد، وده لب المشكلة. يلا بينا. عايز اقولها نصيحة مهمة اوي للمرتبطين بالرجال دي في نهاية الحلقة، يعني تساعدكم ازاي ان انتوا تتعاملوا معاهم. في المركز العاشر الميزان. الميزان برضو بعيد كل البعد عن موضوع النرجسية ده، حتى وان انت ظنيت عكس كده، بس هي دي الحقيقة. هو برج ما نقدرش ان احنا نحطه في مصاف على الاقل رباعي خط النار في حلقة النهاردة. هنقفلهم برجل الدلو اللي بيجي في المركز التاسع، عشان من بعد كده بقى نبدأ نخش على الأربع رجال اللي هم في منطقة وسط، اللي هم قبل رباعي خط النار. أيضا رجل برج الدلو صعب إن أنا أقول عليه من الرجال النرجسية، وإن كان لكل قاعدة استثناءات، ولكن ده بينطبق على أكثر من 90 95% من مواليد الأبراج دي أو رجال الأبراج دي. إذا الأربعة دول كرجال بعيدين عن الموضوع ده، هنخش بقى في الجد شوية وفي منطقة وسط شوية مع رجل العذراء اللي في المركز التامن. ها بدأنا نخش في الجد شوية، ولكن يميل للرجال اللي سبقته عشان ما نظلموش. ما عندوش النرجسية عالية قوي، وهو قريب منهم قوي في درجة الموضوع ده. السرطان في المركز السابع الجد شوية، داخلين على خطوط النار ورجال النار في الموضوع ده شوية. كل الرجال دي لحد رجل السرطان في الموضوع ده مش هتزعجك انت كأنثى تحديدا يعني، ولكن من اول المركز السادس بدأنا نخش في الشغل الجد بقى. رجل برج الجوزاء الهوائي، يعني الموضوع ملموس شوية، موجود شوية، متعب ومزعج شويتين. نبدأ نتعب بقى من أول برج الجوزاء مع الرجال دي في النقطة دي، ولكن الجوزاء فين ورباعي خط النار فين؟ نخش في المراكز أكتر وأكتر، نوصل لبرج الثور. رجل برج الثور اللي بيجي في المركز الخامس، ويعتبر رجل برج الثور كده احنا دخلنا في موضوع حلقتنا حرفين. الخلاصة انا انفع اقول او اقدر اقول على رجل الثور نرجسي، اقول انا اقول اقولي اه بصراحة هو متهم بالصفة دي، لان صفاته لما تيجي تحللها عايزة لها حلقة لوحدها، هتوضح لك في النهاية ان هو رجل نرجسي يكاد يكون من الطراز الأول. خلاص كده انتهينا من الرجال اللي في منطقة وسطى، ودخلنا على الأربع رجال القمة رباعي خط النار، اللي أولهم برجي اللي هو برج الحمل. رجل الحمل من الرجال النرجسية، رجل برج الحمل من الرجال النرجسية، ويعتبر أكثر صفة مزعجة إنجاز التعبير في الارتباط أو في المعاملة مع رجل الحمل تحديدا هي النقطة دي، حتة النرجسية. بتلاحظ إن هي عالية شوية في شخصية البرج ده، وإلا ما كانش جاء في مصاف الأربع رجال الأوائل وجه في المركز الرابع. نخش في الجد أكتر وأكتر، ورجل نرجسي أكتر وأكتر وأشد من الرجال دي أكتر وأكتر، وهنلاقي برج الجدي. رجل برج الجدي في المركز الثالث، واحد من أشد وأعنف وأخطر وأقوى رجال الأبراج في الموضوع ده، النرجسية مسيطرة عليه بشكل كبير قوي، ومزعج وملفت وقاتل وحاجات كتيرة قوي، وهو صعب في التعامل بسبب النقطة دي، حاله حال رجال القمة تحديدا. نخش في الجد أكتر وأكتر. في المركز الثاني مين توقع المركز الأول؟ هو رجل العقرب المائي. العقرب كرجل برج العقرب من أشد وأعنف رجال الأبراج، ويزاحم صاحب المركز الأول بقوة، ويزاحم برج الجدي، أو برج الجدي يزاحمه على المركز الثاني كرجال أشد رجال الأبراج نرجسية ومتعبة. هتلاقي العقرب في المركز الثاني، وأي واحدة تعاملت مع برج العقرب، رجل برج العقرب لاحظت دي قوي وحست دي قوي واشتكت من دي قوي، وممكن تكون سابته وبعدت عنه بسبب النقطة دي، أو ممكن يكون خسرها بسبب النقطة دي قوي. بينما متصدر الترتيب شور أكيد هو رجل الأسد النار، أشد رجال الأبراج
نرجسية على الإطلاق. والأسد مش محتاج إن أنت تتعاملي معاه، الأسد شوفيه من بعيد هتحس إن هو نرجسي، لاحظي طريقة كلامه، لاحظي ردة فعله، لاحظي، وبذكائك ممكن تقدري تستشفي إن الشخصية دي قبل ما تعرفي. برجها من أعنف وأشد الشخصيات الرجال، أو شخصيات الرجال في موضوع النرجسية، بل بيتصدر كل الرجال وبيجي في المركز الأول في حلقة النهاردة. دوسوا لايك لو الحلقة عجبتكم، شيروا توصل لبقية أصدقائنا، وتعالوا بقى نشوف النصيحة. أولا، النرجسية يعني حب شديد أو زيادة عن اللزوم للنفس أو الذات، وأي حاجة أنا عملتها عمل عظيم أوي وكبير أوي ويستحق الإشادة أوي، وفي ناس مميزة كتير أوي بس أنا مميز من نوع خاص، أنا مفيش حد يشبهني ولا بشبه حد، أنا ماليش زي. هي دي الرجال النرجسية. كمان هتلاقي في حتة يعني للأسف أنا كتير عليكي في الارتباط شوية، هي دي المشكلة مع رباعي خط النار تحديدا من الرجال. أنا كرجل هي بقى المشكلة في كده، كتير عليكي، ما هو أنا شخصية نرجسية. الأنثى بقى لو عايزة تحافظ على علاقتها بالرجل، حاول يعني زي مش هقولك تنفخي فيه، ولكن اديله قيمته بزيادة شوية، خلي ايدك فرطة شوية. ده لو انت مش قادرة تبعدي عنه فعايزة تتعاملي مع الصفة دي او العيب ده، تعملي كده يعني، بيحبوا اللي يقدرهم قوي قوي، ينفخ فيهم شويتين، يخليهم منشكحين. اذا وصلت مع الرجل ان خلتيه منشكح من الرجال دي كسبتيه للأسف يعني، وانا واحد منهم، انا في المركز الرابع. وقول الحق فضيلة، دي امانة لازم نكون حقانيين. اكتبوا لي اراكم، بحبكم جدا. قنواتنا التانية اللي بيسأل ازاي اتواصل معايا، انستجرام، فيس، كل الروابط دي في وصف الفيديو او في التعليقات على الفيسبوك، وهتوحشوا. حب اجمل واطعم واحلى ناس في الدنيا، وريت الجديد عرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش يشترك. ويلا بينا نبتدي بالمركز ال12. حد توقع هو رجل برج الحوت اقل الرجال نرجسية؟ رجل برج الحوت مهما كان فيه من مشاكل عيوب، سلس لذيذ، الدنيا حلوة، بيرضى بقليله والدنيا ايزي معاه يعني، ودي من الحاجات الحلوة اللي فيه. اذا هو بعيد كل البعد عن موضوع النرجسية ده. اعلى منه وليس باحسن حال اوي منه في المركز ال11 هو القوسي، رجل برج القوس، ايضا حاله حال صديقه واخوه حبيبه، بعيد تماما من الرجال البعيدة تماما عن موضوع النرجسية. هما رجال في الموضوع ده يعني، كل حاجة بحجمها، والطبيعي في الموضوع ده هتلاقي الدنيا ماشية معاهم طبيعي جدا، مش مزعجين في النقطة دي، إنما مزعجين في حاجات تانية.